هذه الحلقة تأتيكم برعاية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي معكم في صحتك تهمنا من جديد. فيما مضى أو في حلقة سابقة تحدثت عن مشاكل الشعر والتساقط الوراثي والتحاليل المطلوبة لكل شخص يعاني من هالمشكلة أو بعض الأسئلة اللي تهمنا نحن كأطباء وتهم أيضا الحالة باش يتحصل على نتيجة كويسة. المعلومات هذه بتفيدني في التوعية للحالة للمريض باش يقدر يتابع معي مشوار الشعر طويل يحتاج صبر شوية في العلاج بتاعه، لأنه هو يعتمد على دورة حياة شعره. أحيانا دورة حياة شعره الطبيعية قلنا 3 شهور، نحتاج أحيانا إلى 8 دورات شعر باش نحصلوا نتيجة كويسة أو مرضية للحالة، يعني اللي تساوي تقريبا 24 شهر. نحن مبدئيا نقولوا ما بين نحن 12 اسبوع وال 12 اسبوع الثانيات اللي هم 3 شهور 3 شهور. عاده 12 اسبوع الاولى ممكن الشخص يحس بتحسن، التساقط بدا يخف عنده، في اللي لا يطول عنده مشاكل هذينا ويبدا مستمر معاه التساقط لاسباب، لان في امور ثانيه عوامل مكتسبه معاه ما زالت موجوده اذا كان هو يعاني من انيميا او من نواقص في بعض المعادن المهمه الرئيسيه في الشعر وفي نمو الشعر. فلذلك ان مواضيع هذه لازم نفتحوها ولازم حالاتنا يسمعوهن كويس، او الناس المستهدفه من هالموضوع اللي عندها مشاكل التساقط الوراثي او حتى التساقط العادي، لان هو موضوع خلايا وأنسجة وموضوع دورة حياة شعرة فيسيولوجيكي الطبيعي عند ربيه كيف بتكون دورة حياة الشعرة. فصعب إن نحن في شهر نحصلوا تحسن، ممكن يكون تحسن في بعض الناس اللي هي تلتزم بأمور معينة أو يكون ما عندهاش مشاكل كبيرة، في ناس تتأخر شوية في العلاج، وهذه لاحقا أنا حنحاول نخصص لها موضوع كامل ليش الشخص ما يستجيبش للعلاج. اليوم حنتكلم عن حاجة مهمة جدا في عيادة الشعر لازم تكون موجودة، أو أي طبيب جلدية أو مختص بأمراض الشعر لابد يكون معاه جهاز التريكوسكوب. جهاز التريكوسكوب هذا شيء مهم وأساسي عندي في التشخيص وفي المتابعة للحالة. جهاز التريكوسكوب هو عبارة عن منظار نقدر نقوله أو جهاز تنظير للشعر، يكبر لي الصورة من ممكن لو احنا التكبير العادي العدسات المتعارف عليها طبيب الجلدية يستخدمها في فحص الجلد، اذا بتكبر لي من مرة الى 3.5 مرات تعطيك صورة مبدئية. التريكوسكوب بيعطيني ممكن لعند 160 مرة تكبير او اكثر حتى من هيك، كل الاجهزة والتكبير بتاعها او شن المطلوب. شن بتوريني الجهاز التريكوسكوب؟ عادة بيوريني السكالب او فروة الراس، هل هي عليها مشاكل، وهذه مهمة جدا في تشخيص أمراض جلدية بشكل عام اللي تصيب فروة الرأس. بتوريني سمك الشعرة، بتوريني تباعد بين كل شعرة، هل هو تباعد معتدل أو يعني مبالغ فيه، يعني تباعد بيعطيني كلو أنا في أي مرحلة من مراحل التساقط الوراثي. التريكوسكوب مهم جدا في التشخيص الأولي اللي أنا كطبيب، واحتفاظنا بصور للحالات بتاعنا المبدئية في المتابعة. الحالة بيشوف الصورة اللي كان بها شعرة سابقا، وبعدين بنشوفه بعد العلاج أو مراحل العلاج أو أيا كانت خطة العلاج اللي نحن نفذناها أو طبقناها مع حالتنا، هل التحسن بدأ يصير. أحيانا كلينيكا اللي ما يقدرش يلاحظ المريض لكن يبدأ يشوف معنا بعد فترة معينة زمنية نحن نحددوها، ان في فعلا سمك الشعر بدا يتحسن، بدا في افضل السمك. فعلى الاقل المريض من المتابعه هي او الصوره اللي شافها ان في تحسن معه يبدا يلتزم بالعلاج، يبدا نوع من الاسترس يبدا يتريح شويه نفسيا ان فعلا في فائده بدا يتحسن ويتحصل عليها. هذه اهميتها الاولى في المتابعه. الاهميه الثانيه في التشخيص، التريكوسكوب يعني هو بيعطيني صوره كامله على فروه الراس. في حالات الثعلبة وأحيانا حالات الفطريات التينيا كابيتس ما نبوش نقوله إن هي صعب تشخيصها كلينيكالي، لكن في بعض الحالات تساقط عادي ببساطة جدا أن نقدر نفرق بين الثعلبة وبين التينيا كابيتس أو الفطريات اللي موجودة في الرأس، حنلقى في فرق
الثعلبة مش حنلقى فيه ثينينج أو الأكتف ليجن قاعد واضح، الشعرة هي قاعدة واضحة ثينينج فيها وما كان البصيلات فاضية ما فيها الشعر. في الفطريات حنلقى كشور ونلقى فيه احمرار وكذا. ببساطة جدا عطاني نتيجة سريعة وتشخيص سريع للحالة. في بعض حالات اللي صاير عندهم تليف في بصيلات الشعر فروة الرأس، نقدر نعرف هل هو فعلا يقدر يتحصل على النتيجة ويخش في معايا في خطة علاج وأدوية نعطوها للحالة، أو عنده تليف في البصيلات وأنه هو صعب يتحصل عليها بالطريقة المعتادة في العلاج العادي. من الأمور الثانية نحن لما مرات فحص مبدئي بالتريكوسكوب نبدأ نشوف في الكتل الدهنية المتراكمة على فروة الرأس، والحالة عادة في الناس اللي عندهم الكتل الدهنية هذه اللي نشوفه فيها على فروة الرأس بالتريكوسكوب في الأغلب هي تشكي من جفاف في الشعر أو تشكي من ألم يصير في فروة الرأس. وأغلب الناس اللي عندهم تساقط وراثي عندهم المشكلة هي يشكو من ألم يحسوا به، أو يقول لك إن نحس في رأسي كأن في ألم مش مفهوم مش عارف كيف يفسره، أو رأسي طايب أو هيك. الألم هو يفسر أن الدهون الكتل الدهنية اللي ترسبت على فروة الرأس عادة بتتحول إلى أحماض أمينية أو إلى أحماض دهنية تانية بتسبب اللي هو السيبوريك أو الالتهابات اللي هي الإكزيما الدهنية. فأنا لما نشوفها في بالتريكوسكوب على فروة الرأس ببساطة جدا نقدر نغير حتى نوع الشامبو أو نوع التريتمنت اللي بنعطيه للحالة. هو جاي متوقع أني أنا بنعطيه شامبو مرطب للشعر أو بلسم كونديشنر مرطب للشعر. في الحالات اللي زي هيك بالعكس أنا عن طريق أني شفت الكتل الدهنية هذه وأن السيبم فعلا متراكم عنده في فروة الرأس حنغير خطة العلاج نهائي تماما. أنا حنعطيه علاج مخالف تماما اللي هو مطلوب. حنشتغل كيف أن الكتل الدهنية أو التكتلات هذه الدهنية والسيبم الزيادة اللي موجود على فروة الرأس أنه لازم يتغير مع الوقت يبدأ يتحسن الشعر، واللي هي أصلا بتسبب لي تساقط في الشعر. أهمية التريكوسكوب مهم جدا، نوفر على الحالة جهد في العلاج لأنه حيقعد يغير من علاج لعلاج. حيفيدني أنا كطبيب في المتابعة هل أنا فعلا في الطريق السليم في خطة العلاج، هل في تحسن ما فيش تحسن. حيفيدني في الراحة النفسية اللي بتوفر للحالة لما يبدأ يشوف فعلا ولو حتى بعد مدة قصيرة أنه بدأ فعلا في تغيير من نفس المكانات، يبدأ يشوف الصورة الأولى القديمة لي أنه بدأ يتحسن السمك الشعر، حيرتاح نفسيا حيقدر يستمر معايا في العلاج. كيف ما بديت المقدمة أن نحن علاج الشعر يحتاج وقت طويل، يحتاج صبر، يحتاج تغيير في اللايف ستايل نفسه، يحتاج مش مجرد أن أنا دواء ناخده بس أو شامبو نستخدمه. ما فيش حد يقدر يقول في علاج خاص بتساقط الوراثي، يعني الشامبو والأمور الثانية اللي احنا نتطرقوا لها، البلازما، الميزوثيرابي، الأمور هذه كلها عوامل مساعدة نشتغلوا فيها كلنا باش نغيروا في العوامل أو المعطيات المكتسبة اللي موجودة عندي. الشغل كله حيكون مهم جدا على الداي هيدروتستوستيرون اللي هو المستوى الهرموني لدى كل شخص عنده تساقط وراثي كان رجل أو سيدة، لأن موضوع التستوستيرون والتغير للداي هيدروتستوستيرون هو هذه المشكلة الأساسية اللي بتقاومني حتى في العلاج. فما فيش حالة مجرد إن هو ياخذ بلازما أو ميزوثيرابي أو ياخذ دواء في الحوش أو ياخذ فيتامينز أو يستعمل شامبو، مستحيل يكون هذا هو العلاج اللي هو بياخده. شخص عنده مشكلة في مستوى الهرموني، وهي مش مشكلة صحية إن هو معناها شخص مش طبيعي، لأن هو حتى هو نورمال. يعني احنا لو درنا تحليل هرمونات حنلقوه نورمال، ما عنديش ارتفاع في الهرمون، هو عندي مشكلة مستقبلات. هو هذه الفكرة في الاندروجيناتيك الويشي أو التساقط الوراثي، إن عندي مستقبلات في الشعر الموجود في المنطقة الأمامية للرأس فرنتال. المستقبلات هذه حتى النورمال فاليو أو القيمة الطبيعية للهرمون تأثر فيه، الداي هيدروتستيرون يشتغل عليها يسبب ترقق شعر، يسبب انخفاض في التغذية لبصيلة الشعر، من ثم يبدأ عمر الافتراضي للتنامي يبدأ يقل، معش فيه تعويض للشعرة، تبدأ فراغات، وهكذا تبدأ مراحل التساقط الوراثي يتغير من مرحلة إلى مرحلة أخرى. يعني نحن مشكلتنا مش معناها نحن نقول إحنا عندنا خلل في الهرمون، إحنا الهرمون أحيانا بالتحاليل يطلع نورمال ما فيش أي مشكلة تانية، لكن عندنا مستقبلات تتحسس جدا من النورمال فاليو للهرمون اللي هو التستوستيرون أو داي هيدروتستوستيرون اللي موجود عند الطرفين سواء كان سيدات أو رجال. فشغلنا أنا تطرقت للتريكوسكوب لأنه فعلا بيقصر علينا مسافات واجد.
مهم جدا ان المريض يلتزم بالعلاج لفتره طويله. لازم نعرف مشوار العلاج ماهوش بسيط، ما توقعش ان نحن في 12 اسبوع اللي هو 3 شهور اللي هي الدوره الاساسيه للشعر الاولى نحتاج ل 8 دورات. لو احنا قلنا 8 معناها 8 في 3 يعني 24 اسبوع، يعني احنا نوصله لفتره طويله تفوت حتى 7 شهور في العلاج. تختلف من حالة لحالة، في عندنا حالات ببساطة جدا مرات بعد 4 أسابيع يجوا في تحسن، يبدو هبي، يبدو حاسين إن فعلا تساقط توقف، لأن في أمور تانية تساعد فينا، ما عندهمش تحسس زيادة في الريسبتور أو المستقبلات اللي قلنا موجودة عند الناس اللي عندهم تساقط وراثي. في ناس تاخذ فترة طويلة لأن عندي مشاكل تانية حنتحدث عليها لاحقا، الأسباب اللي تأخر في مشكلة العلاج أو في أسباب تقاومنا في العلاج. مهم جدا لما نتحدث على الدايهيدروستيرون لازم نحكي على البوليسيستيك أوفري في السيدات أو في البنات. البوليسيستيك أوفري هذه مهم جدا نعرف أنها هي واحدة من العلامات في مقاومة الأنسولين. لو إحنا قدرت أنا كطبيب جلدية، أنا مشكلتي جاء هو كيشكي أو البنت جت تشكي من شعرها بس، لكن أنا كطبيب جلدية ممكن أنا نبدأ نفيدها في أمور تانية، بنحولها لطبيب نساء وتبدأ تشوف في مشكلة التكيس المبيضين هي البوليسيستيك، حتتحسن مع العلاجات اللي هي تبي تاخذهن، يتحسن الشعر. لو احنا قدرنا نغيره في اللايف ستايل في الناس اللي عندهم مشكله المقاومه الانسولين او الانسولين ريزيستنت، حنلقى ان احنا اكتسبنا نتيجه في الاثنين، موضوع البوليسيستك حتتحسن منه وحتتحسن من مشاكل الشعر. بالنسبه كيف ما حكيت الشباب، الدايهيدروستيرون مهم اني انا نركز عليه، ان الرياضه او الناس اللي يمشوا لنوادي ويتعاطوا في التستوستيرون او يتعاطوا في البروتين مكملات الغذائيه وفيها الهاي كربوهيدرات، مشكله كبيره للغذاء طريقه الهاي كربوهيدرات اللي ياخذوا فيها لانه هو بيشتغل على تكبير الكتله العضليه. فشن حيصير؟ حيزيد عندي الدايهيدروستيرون اللي هو حيسبب لي المشكله اللي تشتغل مستقبلاتي موجودة في الشعر، ويبدأ في ترقق الشعر، ويبدأ في التساقط والفراغات اللي هو يشعر بها. مهم أني أيضا نفهم أن في بعض الزيوت اللي يستخدموا فيهن، حمامات الزيوت والأمور التانية، هذه كلها من الأسباب اللي هي تسبب لي طبقة أو كتل أيضا دهنية على السكالب أو فروة الرأس، فتسبب لي في تزايد في تساقط الشعر. مهم جدا نعرف المواد الكيميائيه اللي الناس تستعمل، السيدات يستعملوا فيه زي الكيراتين، البروتين، البوتوكس، whatever كان المسمى اللي هم يستعملوا فيه، هذه تشتغل على الروابط، الكيراتين اللي خاصه بالهارد كيراتين اللي خاصه بالشعر، وللاسف نشوفوا فيها حتى بالتريكوسكوب كيف الدمج يكون عندي، تلف، حيكون تلف حراري، تلف كيميائي، تلف ميكانيكال نتيجه اللي هو استخدام الاستشوار والشغل على الشعر بطريقة حرارة عالية جدا. باش الشعر ينفرد لابد ان نستعمله في الفورمالدهايد اللي هو مضاف للمواد هذين كلهن يشتغلن، مستحيل هي الكيراتين المعالج او البروتين المعالج كيف ما هو بعض سيداتي قابلوني انهم هم يقولون احنا لا احنا درنا حاجة معالجة، المعالج حيخلي شعرها زي ما هو، يعني مش حيصير عملية الفرد. طالما صار عملية الفرد معناها في تكسير صار في الروابط الهارد كيراتين وبش يصير تطويع للشعر ويتم الفرد، وأغلب الحالات نلقوهم يصير عندهم قشور مصاحبة، مشاكل الحكة اللي تستمر بعد فترة حتى بعد شهور. هذين كلها من العوامل اللي نشوفوهن أو المشاكل اللي تأخر في العلاج، وبالذات في الناس اللي عندها تساقط وراثي، وهم أكثر طبقة شائعة وأكثر نسبة شائعة. نحن 85% حاليا أو حتى قريب نقوله 90% من الناس عندها تساقط وراثي، ما هوش التساقط العادي كيف ما احنا سبق وحكيت ان التساقط العادي الناس اصبحت فاهمه ثقافه الفيتامينات، ياخذوا فيتامينات، يعني لما يجيني في العياده بيكون اوريدي واخذ كميه كبيره من الفيتامينات ومجرب جلسات واخذين حاجات كريمز شامبوات مختلفه لتساقط الشعر ويقول لي ما فيش تحسن. الاساس لازم يبدا التشخيص صح من الاول عن طريق التحاليل اللي حكينا عليهم من قبل، عن طريق التريكوسكوب نبدأ نعرف شنو المشاكل فعلا الحقيقية اللي عندي. هذين هن الخطوات الأولى لكل حالة لازم بيفكر يعالج الشعر. أهم شيء الصبر في علاج الشعر، الاهتمام بكل العوامل المكتسبة، سواء كان يعني نص العلاج عند المريض والنص الثاني عند الدكتور. ما توقعش العلاج هو بيكون من شامبو، من دواء، من جلسة بلازما، من جلسة ميزوثيرابي، هذين كلهن عوامل مكملة أو أمور مساعدة
عشان ما نخشوش في مقاومة العلاج والمشاكل الثانية اللي نتمنى إن شاء الله لو استطعنا نتكلم عليهم في حلقة لاحقة بإذن الله، ونوضحوا شنو هو الأسباب اللي تخلي الاستجابة للعلاج ضعيفة أو أحيانا ما فيش استجابة نهائية للعلاج. شكرا لكم، ونتمنى أن يكون فدتكم في هالحلقة، ونلتقي إن شاء الله مرة أخرى. هذه الحلقة تأتيكم برعاية